أعلنت مجموعة جي 42 وشركة أكسفورد نانوبورت تكنولوجيز البريطانية تطوير حل غير مسبوق لإجراء فحوصات سريعة وعالية الدقة للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وكالة وام أنه من المقرر إطلاق هذا الحل المتكامل خلال الأسابيع المقبلة، وبفضل قدراته الإنتاجية الفائقة يتمتع الحل الجديد بالقدرة على إرسال معايير جديدة في مجال التشخيص على مستوى العالم. وتستخدم التقنية المبتكرة اختبار لامبور، وهو اختبار قائم على تقنية التضخيم الايزوثيرمي متساوي الحرارة وتقنية تسلسل الحمض النووي السريع، وهو ما توفره أكسفورد نانوبور ضمن تركيبة تتمتع بأنها عالية للإنتاجية ومعالجة العينات وإعداد التقارير من تطوير مجموعة جي 42. ويمكن لفحوصات الكشف عن مرض كوفيد 19 على نطاق سكني واسع أن تساهم في كسر أنماط تفشي الفيروس، وبالتالي تقلل عدد الإصابات عند إجراء الفحوصات بالتزامن مع سرعة الاستجابة في قطاع الصحة العامة بحسب ما نقلته سكاي نيوز. كما أن المرونة التي يمتاز بها الحل ستدعم العمليات غير المركزية لتتيح بذلك إجراء فحوصات كورونا حسب الطلب في أي مكان وزمان. وفي الوقت الراهن تعمل مجموعة جي 42 وأكسفورد نانوبور على تعزيز القدرة الإنتاجية لإطلاق هذه التقنية على مستوى العالم.